وحده قالت لك حقها كرات ليهم، ولكن الدريات قصيرات لا يعقل ان شي واحد عنده محل وباغي يكريه وغادي يكريه لجوج بنات وقصيرات عندهم 13 عام. واش هذا كاين في القانون ديالنا؟ بر كنوجه واحد النداء لجميع الاسر المغربيه، ينبهوا ولادهم يعرفوهم مع من كيمشيو، وكنوجه نداء اخر لجميع البنيات يسمعوا لوالديهم وما يرافقوش من والا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رميسة وأميمة يعني راه كيف كتعرفوا في اللايفات اللي درنا الأولين بأنهم كان الاختفاء ديالهم، والاختفاء ديالهم كان يعني الاختفاء ديالهم كان مفاجئ، ما عرفناش كيفاش الدريات، واش مخطوفين، واش هما اختفوا روسهم، ما عرفناش القضية كيفاش دايرة. المهم الحمد لله البارح لقيناهم بخير وعلى خير بالفضل ديال الناس ديال الاعلام، وقفوا معانا وساندونا الحمد لله، لقيناهم في صحه جيده وبخير وعلى خير. وحتى السلطات حتى هما يا كنشكروهم الله يجازيهم بخير، حتى هما يا راه داروا المجهود حتى هما ديالهم ووقفوا حتى هما معانا. وكنشكروا جميع المغاربه، جميع المغاربه اللي حتى هما ساندونا الله يجازيهم بخير، وبقاو معنا حتى 6 الصباح وهما كيساندوا فينا وكيشكرونا وكيقولوا لنا على سلامة بنياتكم. الحمد لله والشكر لله، كنشكرهم جميعا كنشكرهم، ويعني كنشد بيدي واحد بواحد من كل المغاربه الله يجازيهم بخير. وكنشكروا سيدنا نصر الله والسي الحموشي والاعوان السلطات والجرائد، راه كون ما كاين الجرائد الاعلاميه راه ما غاديش نوصلوا لدوك الدريات، لان الناس شافوا اللايف ديال البنات وشافوا التصويره ديالهم وهما اللي رشدونا المكان اللي كانوا فيه. اش غنقول لك؟ يعني ما غنقول لك اختطاف، ما غنقول لك يعني فين كانوا، كانوا عند واحد السيده، هذيك السيده قالت لك حقها كرات ليهم، ولكن الدريات قصيرات لا يعقل ان شي واحد عنده محل وباغي يكريه وغادي يكريه لجوج بنات وقصيرات عندهم 13 عام. واش هذا كاين في القانون ديالنا؟ هذا الشيء ما كاينش. يعني انا من هذا المنبر كنوجه واحد النداء لجميع الاسر المغربيه، ينبهوا ولادهم يعرفوهم مع من كيمشيو، وكنوجه نداء اخر لجميع البنيات يسمعوا لوالديهم وما يرافقوش من والا. هاد السيده الله اعلم واش المهنه ديالها ولا الله اعلم، المهم ما دارتش الابلاغ، ما بلغاتش السلطات بان راه كاين عندها واحد جوج بنات قصيرين وعندها لمده 3 ايام. 3 ايام هما عندها، من نهار 2 هما عندها حتى مشينا جناهم من عندها. الحاله ديالهم الحمد لله الدريات بخير وعلى خير، يعني الحاجه الوحيده اللي كنحمد الله ونشكره عليها انهم بصحه جيده وما تعرضوا لحتى شي عنف، هذا هو الفضل من الله سبحانه وتعالى. مغاربه كاملين كنشد عليهم بيد من الحراره بالشكر ديالنا، وكنقول لهم الله يجازيكم بخير على المجهودات ديالكم حتى نتوما والبارطاج اللي بارطاجيتو، ويعني المشاركات ديالكم راكم نتوما راه ما غاديش نوصلوا لرميسه والاميمه. المهم هما كانوا خرجوا مع العشره من المدرسه، خرجوا كيف ما قلنا لكم في اللايفات الاولين، كلاو البوش من تما صافي اختفوا. واش مشاو بوحدهم؟ على ما سمعنا، على ما الاخبار اللي تنبأنا بها بان كانوا بوحدهم ما معاهم حتى شي حد، وشافوهم الناس واحد السيده ركبت معاهم في الطاكسي قالت لك هما بجوج اللي كاينين، وحتى الناس اللي شافوهم تما قال لك البنات كيدوروا. حنت مشينا وسولنا موالين الطاكسيات سولنا، والناس اللي شافوهم ولا عيطوا علينا كيقول لك راه الدريات غير بجوج اللي كاينين ما معاهم حتى شي حد اخر. شدوا طاكسي ومشاو، شدوا طاكسي ومشاو لتمايا. رميسة بقى لحد الان في واحد الحاله ديال الذهول، بقى ما عرفاش يعني بقى ما مسوبعاش اشنو جرى، هادشي كاع اللي داز عليها بحال شي فيلم، بقى ما عرفاش اشنو واقع. قصي بالصفه ديالي كأم يعني بحال هادشي كنتمنى من الوليدات يتصنتوا لوالديهم بزاف، راه الام هي الام والصديقه والاخت، راه الام فيها كل شيء، الا قالت لكم امك شي حاجه ولا زيرات عليك ولا غير كتخاف عليك،
ماشي ان راه ما بغاتكش ولا على كيف كانت سمعانا شي بنات كيقول لك راه امي ما حملاتنيش ولا اختي ما حملاتنيش، راه بالعكس الام الخوف ديالها كتعامل معك بهذيك الطريقه، عام الخوف ديالها. وبالنسبه للاخوان ديالك ولا عمامك ولا خوالك ولا ايا كان كيبغيك وكيخاف عليك، راه من طبيعه الحال غادي يزير معك شويه الحبال. لهالدرجه كنقول لكم تصنتوا، الله يجازيكم بخير والله يرضي عليكم البنيات. انا كنوجه النداء للبنات بالاخص المراهقات، المراهقات بالاساس اللي هما اللي باقي العقل ديالهم شويه طيش وباقي صغير، خصهم يتصنتوا بزاف. لا الحمد لله ما كاين حتى شي مشكل وسط العائله، العائله ديالها كلها كتبغيها، ويعني راه دايرين ليها بحال داك بحال شي بيبي صغير. اخر حاجه اللي نبغي نقول هي انني كنشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا وبارطاجوا معنا، وجميع السلطات وجميع الجرائد الاعلاميه، الله يجازيكم بخير والله يوفقكم الخير. وكنشكر جميع المغاربه والله يهدي وليداتنا وليدات المسلمين اجمعين.